يسعد صباحكم مرة تانية ضمن فقرتنا الطبية اللي فيكم تشاركونا فيها بالاتصال على الرقم 9342. رح نحكي مع الدكتور زياد زودة استشاري بأمراض الغدد الصم والسكري عن أهمية تدبير قصر القامة منذ الطفولة المبكرة وعلاقة صحة الأطفال والمراهقين بطول القامة بالإضافة للهرمونات المؤثرة بعملية النمو. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. دكتور بداية خلينا نخبر كل الأهل اللي عم بيحضرونا كيف ممكن يعرفوا شو طول القامة المناسب عند أطفالهم وكيف مرحلة النمو عم تكون عندهم سليمة أو لا؟ كتير سؤال مهم. نحن من وقت ما بيولد الطفل نعرف يعني يولد طول الوسط هو 50 سنتي، بنهاية السنة الأولى بيكسب 25 سنتي يعني بصير 75 سنتي، بعدين السنة الثانية وبالسنة الثالثة بيكسب 10 سنتي كل سنة، يعني بصير عمره سنتين بيكون طوله 85، بصير عمره 3 سنين بيكون طوله 95، بعدين بصير 5 سنتي 5 سنتي كل سنة. هلأ وقت ياخدوا الطفل يعملوا له لقاحاته عن طبيب الأطفال رح يقيس هو طوله ووزنه ويقول لهم في منحنى بياني بيطلع على أساسه. هلأ بس يروح على الروضة الطفل، بس يروح على المدرسة كله بيتقارن مع رفقاته اللي من عمره، وبالتالي نعرف نحن إذا طول طفلنا مناسب. إذا عنا أكثر من طفل بنشوف وقت كان طفلنا بهالعمر قديش تيابه، إذا ما عم يتغيروا يعني ما عم بدلهم بشكل، يعني كله هذا مؤشرات بيدلنا إنه الطفل عم يطول ولا لا. تمام بشكل مزبوط. في مقارنات وفي مؤشرات مثل ما ذكرت أكاديمية وعلمية بتعطينا الطول النظامي حسب الوزن والعمر والجنس وكل هالأمور. طب دكتور شو اللي بيلعب بتحديد طول القامة؟ ليش منشوف مثلا ببلدان الطول 180 وفوق وببلدان تانية إذا وصلوا مثلا لل 160 فبيكون طويل؟ هلأ العامل الوراثي بيلعب دور، والعرق كمان له أهمية. هلأ نحن عنا لسوء الحظ ورد أنه في زواج أقارب كتير لهلأ بعد، وزواج الأقارب بيعزز إذا كان في عنا مشكلة معينة تتفاقم تظهر. يعني إذا كان الأب قصير الأم قصيرة وبيجي الولد حكما، يعني إذا في من الجهتين قصر قامة من جهة الأم وجهة الأب وفي زواج أقارب تتفاقم الحالة، كتير أمراض بنشوفها لأنه في زواج أقارب، السكري مشكلة الغدة كله هذا بيتفاقم وتكون فيه. بعدين عامل البيئي، نوع الطعام، التغذية، كلها هي مهمة يعني تلعب دور إذا كثير. إذا كان عندنا نقص بالفيتامينات والمعادن كمان هي بتأثر بشكل سلبي على موضوع. هلأ في كتير أطفال ما بيأكلوا لا خضرة ولا فواكه، يعني كتير هي كمان شغلة كتير مهمة إنه يعني إضافة للوراثة الصحة العامة للطفل بتلعب دور كتير مهم. تماماً. وفي عنا هرمونات كتير مهمة، دائماً بنقول بكل فقراتنا إنه بدنا نعمل TSH من الولادة من الأيام الأولى بعد ولادة الطفل، لأنه كل ألف طفل في طفل عنده قصور درق من وقت ما بيولد، وهذا صعب نقدر نكتشفه. يعني دكتور خليني نحكي أكثر شو هي الغدد اللي ممكن تأثر على هذا الموضوع، شو أهم التحاليل والفحوصات اللي المفروض يعملوها الأهالي أو ينتبهوا للأهالي وخاصة بالمرحلة العمرية الأولى للطفل، حتى الهرمونات شو هي الهرمونات اللي بتأثر بهذا الموضوع؟ أهم هرمون نرجع بنقول هو هرمون الغدة الدرقية TSH. هذا كل مين عم يشوفنا لازم يعمل لأبنه شو ما كان عمره TSH. أها بأي عمر؟ بأي عمر، بس هو لازم يتساوى من الأيام الأولى مش إذا في عندنا مشكلة لحقها. تمام، لأنه إذا كان في عنا قصور درق خفيف ولحقناه من البداية كتير بنساعد طفلنا. هلأ إذا في عنا نقص بالفيتامينات يعني بدنا نعمل تحاليل للفيتامينات، الفيتامين دي بنحكي عليه كتير، المعادن، الكالسيوم، الحديد، كله هذا بيعزز. إذا في عنا فقر دم كله هذا بيعزز. إذا في عنا سوء امتصاص عند الطفل، أي مرض جهازي عند الطفل، إذا عنده سكري وسكره غير مضبوط رح يصير في عنده بيأثر على النمو. إذا عنده مشاكل هضمية، إسهالات، أقياءات، كمان رح يأثر على النمو. سوء امتصاص وغيره. معناتها كتير مهم نحنا إنه نتحرى، يعني إذا في عنده طفلنا مشكلة صحية معينة بدنا نعالجها، بدنا نراجع طبيب الأطفال شوف شو هي المشكلة ونعالج المشكلة. طب دكتور أنت نحنا منلحق نعالج الطفل؟ كمان شغلة مهمة، لأنه في كتير منه دكتور أنا عمري 18 وعمري 20 أيمت ضل بطول، ما منطول نحنا لا إلى ما لا نهاية. وبعدين في كتير عم بيطلع إنه في حبوب ما بعرف منين بتجي بتطول، كله هذا ما نو صحي وما نو مزبوط. بعد البلوغ بسنة ونص لسنتين غالبا يوقف الطول، وكل ما قرب البلوغ أكثر كل ما
طولنا نحن بنلاقي كثير انه اطوالهم حاليا في منهم مراهقين مراهقات بالنسبه لرفقاتهم بالمدرسه انه طولهم منيح وتا اطول بس هن بيكون بالغين باكرا تماما. يعني ما نفرح على الطول اللي بيجي بسرعه، يعني صبية عمرها مثلا 11 سنة أو 12 سنة طويلة لأنه هي عندها بلوغ مبكر من لما كانت 8 سنين أو 9 سنين عمرها، فهي أكيد رح يوقف نموها تماماً قبل زملائها اللي هنن رح يبلغوا بوقتهم الصحيح. طيب دكتور، إذا بدنا نحن ناخد طفل شكينا عمره 10 سنين عنده قصر قامة، شو التحاليل اللي بتطلبوها كاختصاصيين غدد؟ هي رجعنا بنقول بنعمل TSH أول شيء، أوقات بنطلب مستقلب هرمون النمو اسمه IGF-1، نطلب الحديد والكلس تعداد عام وصيغة، يعني هدول اللي بيوجهونا. تمام. طيب ممكن نطلب كمان نحن إذا في أمراض تانية مثل السكري إنه نضبط السكري، هذا شيء مفروغ منه. كنا عم نقول أي ورد أي مرض جهازي بده ضبط، يعني إذا كان السكر غير مضبوط شو ما أعطيته أدوية إذا ما ضبطت له السكر. وإحنا دائما نقول للسكر خصها السكري الشبابي، في أنواع أنسولين اسمها المماثلات بتضبط السكر أكثر بكثير من الأنسولينات المختلطة. لازم هي نركز عليها ونقيس السكر على الريق بعد الطعام ساعتين ونعمل مخزون السكر يكون تحت 7%. إذا في عنا مثل ما قلنا مشاكل هضمية بدنا نعالجها، عنا سوء امتصاص بدنا نعالجه، هي كله بده كل العوامل الثانوية، كل العوامل الثانية بتلعب دور. إذا قربنا من البلوغ بدنا نعمل الصورة للكوع اليسار والكف اليسار نشوف إذا صار في انغلاق بالمشاشات ولا لا. إنه إذا في انغلاق بالمشاشات ما بنستفاد فيه نقطة أي دواء. صحيح. طب دكتور، في حال طفلنا كان بيعاني من مشكلة، كيف منبلش بخطة العلاج؟ وخاصة أنه حضرتك صرت ذاكر أكثر من سبب ممكن يأثر على طول القامة أو حتى النمو عند الطفل، كيف بتبلش خطة العلاج؟ هلأ خطة العلاج إذا عنا مشكلة معينة عضوية بدنا نعالجها، إذا طلع عنا بالتحاليل نقص من فيتامينات معينة بدنا نعوضها، عنا طلع يعني التحاليل طلعت كلها طبيعية بس مقصر في قصر قامة عائلي، شو الحال؟ هون إعطاء هرمون النمو بيساعدنا. هلا هرمون النمو ما له تأثيرات جانبية، بلوغ مبكر، أشعار زائدة. هي سؤالك كتير مهم ورد. أول شيء ما بيعمل عقم، ما بعرف منين السوريين دائما دكتور أنا ما عندي مشكلة أعطي هرمون النمو بس ما بدي ابني أو بنتي يصير عنده العقم بالمستقبل. ولا مرة يعني أبدا صار في عقم، بالعكس يمكن بيرفع الخصوبة. ما بيأثر بشكل سلبي، ما بعرف ليش كان يعني بس عنا بسوريا إنه في علاقة بين العقم وبين الياما. أنا بقول لك ليش دكتور. فضل. بصراحة يعني أنا من ملاحظتي الشخصية على أرض الواقع ارتبط الجي اتش أو هرمون النمو مع لاعبي كمال الأجسام. نعم. اللي بياخدوه ليبالغوا حجم عضلاتهم. نعم. أو يحرضوا العضلات على البناء بشكل أوفر يعني. فهون بيلعبوا بلعبة هرمون، هنا ما بياخدوا جودي بس هرمون بياخدوا تستستيرون طبعاً. فلذلك بيتصبط عمل الخصيتين فبيؤدي لعقم، بس مو هرمون النمو عمية، يعني لأنه أخذين تستستيرون بياخدوا خلطات كتير كبيرة. صحيح. الرياضيين والكوتش اللي بيعطيهم الخلطات مو الطبيب، يعني مشان هيك أنه صار في خلط عند ذهن العالم. بس هرمون النمو لا بيطلع أشعار ولا بيسرع بالبلوغ ولا بيساوي عقم، يعني هي حتى نقيمة من بالنا. طبعا. على اللي هي هلأ المشكلة الوحيدة بهرمون النمو إنه مكلف ماديا. صح. غالي غالي لأنه القيمة الشرائية للليرة تبعنا لسوء الحظ ما نقوية، وهرمون النمو مستورد مستورد. يعني كله هذا بيلعب دور كتير كبير. صحيح. بقى نحن إذا زودنا المادي بيسمح لنا بناخده، ما بيسمح لنا بدنا نعطي المدعمات الغذائيه وال طب دكتور لأمتى ممكن يكون مفيد هرمون النمو؟ يعني لاي عمر ممكن الطفل في حال اخذ هرمون النمو طبعا تحت اشراف طبيب ومراقبه دوريه لأمتى ممكن يستفيد؟ اذا ما كان في انغلاق بالمشاشات هو مفيد. المشاشه هي غضروف بكل مفصل من المفاصل وموزعه على كل المفاصل، يعني وقت نطول نطول بشكل متناسق. لانه كمان السؤال اللي بنساله دكتور اذا اخذت هرمون النمو بيعرض عظمي وبيكبر حنكي، نفس الحكي اللي قاله ورد بيكبر حنكه يلي بياخذ كميات هائله نحن ما بنعطيها ابدا دول الرياضيين. بس نحن ما بنعطي كميات، بنعطي كميات مدروسه حسب عمر الطفل حسب وزن الطفل. اذا المشاشات اللي هي الغضروف بعد غضروف فينا نعطي هرمون النمو، اذا الغضروف صار عدم ما عاد فينا. طب دكتور في حال كان طفل بيعاني من امراض معينه ممكن بحالات معينة ما نقدر نلجأ لنعطيه هرمون النمو أو حتى أشياء ثانية ممكن تساعده بزيادة طوله؟ هلأ إذا كان في أورام معينة، هلأ هو الهرمون النمو ما بسبب أورام، بس مثلا جاني مبارح طفل عنده ورم بالغدة النخامية،
ما له علاقة بهرمون، بس ما بنعطيهم هرمون النمو لأنه هذا ممكن نخشى يتحرض. تماما، يعني نحن إذا في عنا مشكلة معينة بدنا نتحرى عنها، بس باستثناء هذا ما له تأثيرات جانبية هرمون النمو. بس ينعطى بجرعة هو طبيب الغدد يلي دارسها حسب عمر الطفل حسب وزن الطفل، ويتراقب إنه كما إذا نعطي هرمون النمو وما عم يطول الطفل لسوء الحظ إنه كمان في أشخاص ممكن ما يستجيبوا. هلا هو تلتين الحالات بيستجيبوا وتلت الحالات ما بيستجيب. إذا ما استجاب الطفل بيكون في تعنيد، بيكون في مقاومة لعمل هرمون النمو. يعني 65% من الحالات تستجيب. حتى كمان نكون كتير موضوعيين بحكينا. حابب تضيف أي شيء ختامي خاصة بموضوع إبر الطول؟ بيقول لك أنا بعطي ابني إبرة طول كل أسبوع، إبرة بيشربها شرب. شو هي إبرة الطول؟ هي ذيك الأرجينين، هو حمد أميني كان سابقاً يقولنا أنه بيحرض هرمون النمو. في دراسة من 2017 صار 3 سنوات على 30,000 طفل، 15,000 طفل عطوهم هاي الإبرة بتنشرب، 15,000 طفل عطوهم مي لونوه بلون الأرجينين، طلعت نتائج مماثلة. يعني الأرجينين أو البارجين أو دولة ما لهم قيمة، بس نحن نفسياً أنه عم نعطي شيء لطفلنا. إيه، وفي أهل أنه والله عم نعطي نحن الشيء لقبلنا. يعني نحن نعطيه موز ونعطيه حليب ونعطيه لبنة وجبنة وخضرة وفواكه أحسن له من ال... دكتور أكثر شيء بحبه فيك غير أنه أنت مهني وغير أنه أنت بتلحق كل التفاصيل، قديش دائماً بتأكد على فكرة أنه نمط الحياة كتير مهم، وخاصة للأطفال. طول ما نحن عم نلتزم بغذاء صحي ومناسب، طول ما نمط حياتنا فيه حركة ونشاط، عم نسمع موسيقى، عم نطور مهاراتنا، نحن قدرانين ننمو بشكل صحيح. شكراً كتير دكتور. وننام بكير. وننام بكير بالليل هرمون النمو صح يا بالليل شغلة مهمة. بالختام نشكر كتير دكتور على وجودك معنا، ويعطيك ألف عافية ويسعد لي صباحك. شكراً جودي، شكراً وريد، وشكراً سما. أهلاً دكتور.